مشاهدينا ننتقل الآن إلى إدارة زاخو، حيث عقدت جامعة زاخو مؤتمرها الدولي الأول عن الحكم الرشيد وأيضا التنمية. ومتابعة الموضوع تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء السندي. أهلا بك نجلاء، تفضلي نجلاء، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم زملائي، تحية طيبة. أتواجد حاليا داخل قاعة المؤتمرات في جامعة زاخو التي نظمت فيها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة زاخو مؤتمرها الدولي الأول حول الحكم الرشيد والتنمية، وذلك بحضور رسمي من قبل ممثل وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان والسيد بودار شيخو وعدد من الأساتذة الجامعة والباحثين من دول عربية، باحثين من دولة البحرين والأردن وتركيا، وباحثين من وسط وجنوب العراق وجامعات إقليم كردستان، حيث تم قبول 32 بحثا من أصل 44 بحثا في هذا المؤتمر الذي يعقد في الأول في جامعة زاخو. وللحديث أكثر ينضم معي الدكتور رنج محمد، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، ليحدثنا عن تفاصيل هذا المؤتمر. نعم، مرحبا بكم. حقيقة اليوم نحن في كلية إدارة واقتصاد لدينا مؤتمر تحت عنوان الحوكمة أو الحكم الرشيد والتنمية. الفكرة تعود إلى جهود حكومة إقليم كردستان في مساعيها الإصلاحية والتي بادرت بها السيد مسرور بارزاني رئيس التشكيلة الحكومية. وبما أنه الجامعة هي نصف المجتمع، أو يجب أن يكون هناك ارتباط بين المجتمع والجامعة، فالفكرة جاءت من هذه النقطة من خلال طرح أفكار الباحثين ودراساتهم الميدانية سواء كانت في إقليم كردستان وفي العراق للمساهمة في بناء البلد. نعم، عدد البحوث المشاركة في هذا المؤتمر؟ نعم، عدد البحوث التي استلمناها هو 44 بحث، ولكن هناك سياقات علمية. كافة البحوث أخضعت للتقييم العلمي السري وبمشاركة المقيمين الدوليين في مصر وأردن وفي الإمارات وتركيا، فضلا عن المقيمين الداخليين سواء في وسط وجنوب العراق والإقليم. تم مصادقة على 32 بحث علمي قابل للنشر حسب المقاييس العلمية، والبحوث متنوعة عن جانب القانوني والإداري والاقتصادي والمالي. شكرا جزيلا دكتور. طبعا زملائي، هذا المؤتمر طبعا تتضمن أيضا جلسة حوارية يعني تستهدف إلى أهمية الاستثمار والتنمية الاقتصاد في إقليم كردستان والعراق، كما تتضمن هذا المؤتمر أيضا افتتاح معرض للعملات الدولية، تتضمن عملات نقدية نادرة وقديمة وحديثة. طبعا يهدف هذا المؤتمر إلى التركيز أو الوقوف حول الحكم الرشيد وتنميته في العراق وأقليم كردستان، لتطوير أو تنمية تطوير الاقتصاد في العراق عموما. نعم زملائي. نعم نجلاء السندي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من زاخو. مشاهدي